أهل العلوم تسابقوا نحو العلا، يا فوز من قرأ القرآن ورتلا. فالنور يسري في رحاب قلوبهم، ولهم مع الآيات وعدا منزلا. اقرأ ورتل نحو آخر آية، فجلال عدن قد أعدت منزلا. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن حياك الحياة. واهنأ فإن الصدر بالنور امتلا. اقرأ ورتل نحو آخر آية، فجلال عدن قد أعدت منزلا. يا حافظ القرآن حياك الحياة، واهنأ فإن الصدر بالنور امتلا. واحفظ كنوز الوحي دوما، إنها أغلى الكنوز أمانة وتحملا. هذا الكتاب هداية وشفاعة في ديننا وحياتنا يا من تلا، في ديننا وحياتنا يا من تلا. اقرأ ورتل نحو آخر آية، فجلال عدن قد أعدت منزلا. يا حافظ القرآن حياك الحياة، واهنأ فإن الصدر بالنور امتلا. الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واسنين ما أنت اسنين وي غورتو وهذا غورتو أما غورتو ومساجدك وحويان مقالة مسجد جامعي تاريخ هو تاريخ هو حوية وكنا فربقل أفرتني يليه بشي لحد سيدة دي وهي أكو بيغن سغالكي بشي لبي يتبنات لبدا كل لباتني أفر إن شاء الله تعالى. وحينو دا آنو جوغنا مانتا مدشا حفلة دا مركزكا وحوية مركز عائشة دفع ديسي وغو الرئيسي أيان دمان مرتلو يهي أو إله سبحانه وتعالى كتاب كيسي كقلن جبيسي هدان انتا كتبو برمامشكا سيدا ووصو عضو وحن راعي دونا قرآن إي قرآن أو إلى سغال قضبة وحي ديبو معلن كوي قدرو وهل كذا، لكن انت إي قرآن مركا وحن كرر لي قلنا يا قفكا هل كا إسكوايا لفتا ذو هل كا أتفردات كما أتصنطا إن شاء الله تعالى. وايو بو قوة قاضي ما يحدي انت ماشي تشوكتا لو بقرو ولكن يجب ان يكون هناك افكار وفكار 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 لكن وفكار 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 إن شاء الله تعالى وفكار 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 وفكار
marka imigii haatan insha Allah ta'ala waxaynu u yeeli doonaa si uu noogu furfuro walaalkeen guuleed Mustafa oo aayadka quraanka noogu furfuri doona insha Allah ta'ala falyatafadal mashkuran وماجوراً بإذن الله الباري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون صدق الله العظيم جزاه الله خير الجزاء ولكن الله أكبر المريو واحد كرر الله عن إحسان مكرفونكم مدام عدك سوينيا وحنو إحسانيين مع الدبادة وعدك قاريو مركا انتي أورين مقل واحد كرر الله عن إحسان بارك الله فيكم hadda wixii ka dambeeyana mikrofoonka gudaha iyo kuwa dibadda way noo shidnaanayaan insha Allah ta'ala imigii haatanna waxaan u yeeri doonaa insha Allah ta'ala golaha xafiiska arrimaha islaamka oo uu nagala joog gudoomiyihii sheekh nimcaan falyatafadal mashkuran majura ilaaha ayaa bahadlay isku keenay xafladan qaaliga ah lagu weynayay kitaabka ilaahay oo أفريا طبعاً عضي أي حكذيين والنعمة أدوي وي أدورك يا آخر بعد نعمة نقول ليباني وي هذا واحد جوجنا الزمن كنا نجوجنه ده وقته هينه تدخل أقوانتي مادية أها برتاي سوق وده جوجان وأكو برناك وده جوجا شهد عيار يبرك ده بتهريبية قرآن كي ما أنت إلهي عزقي سيبو سوعلي نك معلم كأه قرآن كبرتا الدنيا دي آخر بعد استغوا قرهمية نبي عليه الصلاة والسلام وحوه شيخ يريد لك قرآن كحفظها والد كيسة حتى تاج ما إلهي وقلين دونا والد كيسة تاج يا إلهي وقلين مركا نعم ما أنت عين نبدي نقرأ إلهي وحن كبرين أولاد دارين إلهي وكبك كل لقوها فعوه إلهي وحوه قرآن كيسة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون سورة الحجر بإلهي وشيخي marka ilaahay wuxuu leeyahay oo quraanka waxa lagu xifdiray waxa kamida xufaadta quraanka suduurta laabtooda nimanka dadka xifdiyay hadii sawirka wax laga bedelo kuwaas ilaahay ku ilaaliyay waxa kamida waa shaqadii nabiga nabi maxamed xafid buu ahaa alayhi salaatu wasalaam marka waa sunnadii nabiga alayhi salaatu wasalaam quraanka in la xifdiyo oo nabigu wuxuu bakaana wuxuu nabigu wuxuu ahaa jibriil ba sanadkii xadiidka muslimku u wariyay
وفاطمة أي شكتم حبيب النبي عليه الصلاة والسلام بل كجريل يسأل أي سنة كي والبا مر بيسو يا القرآن كدمين جرين والآخرين جرين القرآن كحفظ جيسو وحا بكبد بادي أعطوك نارتا نارت وكبد بادي أولا يكفوكي وحا أكروك إلى درجة سنة درجوين أي زيادة وحا الأوران أقري ورتل ورقب الأوران أخري قرآنك ترانشات جنة رفول adigoo si taan iyo waaqriya quraanka halku ku dhameeyay darajadiisu noqon doonta ninka xifdisa ninka de faatixada xifdisa inta aan bay noqon ninka quraanka quraan xifdisa si akhriya bal hagu gaari waxa weeye nicmo weyn oo ilaahay uu adoonka siiyay weeye waalidkiisana insha Allah taala ilaahay dambigoodu ku dhaafaya ilmaha yar hadii uu dambi sameeyo malaa'igtu waxay odhan lacala Allahu ma dhadabak malaa'ig sagala waalidkii baa la dhacday ilmaha yar hadduu wax wanaagsan lagu tarbiyeeyo oo quraanka uu akhriyo oo si fiican u akhriyana waalidkiisa darajo weyn ayuu ajir ku helayaa sadarteed waa nicmo weyn weeye ardadana waxaan ku waaninayaa bilowbaatiin halkaa ku joogsanina si wada aad iyo aad u sii dadaala waxaan rajaynaynaa insha Allahu taala waxay nagu soo foolay tartankii gobol loo qabalay degmada iyo gobolka iyo kilalkaba kuwa inaa soo baxdaan kaalinta koobaad baad idin rajaynaynaa wa billahi tawfiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh madamo xafiiska arrimaha islaamka ee degmada marka waxa laga yaabaa dadka qaar inay heerkii loo haystaan marka ee degmada waxa weeyaan xafiiska gudoomiyaha arrimaha islaamka xafiiska heer degmo weeye saasad la haysanaysan insha Allah taala hadana barnaamijkii baynu ku sii soconaynaa biidin ilaahi albaari waxaad ogtihiin dadka madasha isugu yimid waxaynu maanta martay u nahay waa ardayda marka waxa ila qoomananiga inaan iyaga u dhageysanay inta badan maadaama ardaydii la soo bandhigayo inaan iyaga in badan dhageysano ayaa ila qooman si aynu u aragno macallinkii iyo ardaydu waxay meesha ku hayaan kadibna wixii fikir ay nagala qoomanaynu ka nidaada barakallahu fiikum hadda marka waxaan u yeeri doonaa ardul quraan ama quraanka dhowr arday oo noo bandhigta laba arday baan uga yeeri insha Allah anwar hasooko تفضل يا شيخ عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب قفك ميكروفون قايس تاعي عطاني راك مرمره وين يفهموا ساوقات قف والبنا ما انه هذا الكيس مع وقرانك واخريا اللي دبسنا كما دغنا وقتك ايا انه عليليا marka inta meesha barnaamijku qaabku u qoran yahayna waa inaan u tixgelino waqtigana waa inaan isku filaysino marka qof walba mikrofoonka loo dhibaa isku ilaawin hadaa waqtiga aan ku ogolahay wax nooga soo reebta ayaa ka sii fiican inaad waqtiga qayb naga qaadato qaybta ardigaynu wali ku jiraa marka waxaan u yeerayaa hadana maxamed amiin tafadhal ya sheekh maxamed amiin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا كي عاتنا وحانو يردون إن شاء الله تعالى الشيخ عبد العزيز أحمد نور أبو حمزة تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وقبل كل شيء محض ونم الله بار سبحانه وتعالى رئيسية ضنبي سبع ثم وحرم هذا الليل معلمك معلم حمزة إلهي سبحانه وتعالى حبرك يوم ومرحا يا أرحا يا أرضي قال يا صوص عري إلهي سبحانه وتعالى هالشرف إلهينا هكو قرب دلال كيسا والده قرب تاغنا يلا الشقي لي إيغنا كد دالي إلى مرحاسي صوب بحانا يهو يهيل بلا قرب تاغنا
إيغانا إلهي سبحانه وتعالى وحنقبر ينا إنو إلهي سبحانه وتعالى وكشرفه أدوري آخر وكتاب كيس إلهي وكشرفه سلوك له مقالب أحاده وسجود معامل كذا إيه من جهد إيه ماذا حيث با وانما هذا علينا اسكو الدومنان تأي موجيين إيه موافقة إيه مدن ولا أي موجيين سلوك الرمان مرتدى كسو قيب قشي كوا مقالب كسو كاللحي إيه كوا كسو كاللحي مقالوين ككلاء الكنو إيغانا وحلينا حيراه سبحانه وتعالى وقتك صوهرتين إيا طلابات صوهقا دير إيا وقتك صوهرتين إلهي ميزانك حسناتك إذي صار إنتا كدب آد ما نغفر أحسن هاي إراك صوهقيم قالوا حفلة آدك إيا آدك قالي قوعة إلا قم موسى يو كتابك إلهي سبحانه وتعالى قارها مقاردة حاذو وحارها بأينا دلساغو أفر قضو قلبك كوذان هرتا وحمد يكون بشارة إليا حديث عمران بن حسين وحكسه في صحيح البخاري وغيره وحنا يكون بشارة عليه الصلاة والسلام قلت هاي بري تميم ليلا بشارة بينا أقبل ووحي راه وضاب بشارة إسيه وحنوني فهي مناد بكور النبي عليه الصلاة والسلام بشارة أقبل فهي مناد باب بشارة ديقات بشارة عمدين سيدهين القالتين أرغبا وحوي مقالوي واوي إيادك موي واوي إيادك والله واوي باد كفي عنتهم ودين تاتك كفي عنتهم ما كوضا وأخلاق ذات كفي عنتهم ونقنك الصوبانات كفي عنتهم انت هالك هاي جوكت الدين تو اي كم موقت الدلالك و كم موقت ما يلب بدن ومركا وحويا انك فرصت بدن وامكانياتك ايو فرصتنا اي حيثان اي كقالي سنتحي اي كم مركا وينتحي انت على هيستين ايان كفا ايدي سنين والدلالك هاسيونا كم موقلين مركا تاكم بشار ايسا الهي سبحانه وتعالى كحمدية أوما هدق إلهي سبحانه وتعالى قلبك الله مالي وحويه شيء مركي الله بالله وحويه فايدي سلقانا إلا ما ميسره وين بالله ليه وحيل مرينا بالله الباب كما إلا أفرمي ما دامه أرضينا لأيتهي دفعني كوبات قرآنك الكريم كأقل جميسة وحي نقوم باهم لها يهرين نوصي سعنه سنوين قرآن كي لسي إلى ريو ورميشة كبحن وارضي لاسي أي رسوق قلين قلب كاللماتنا وحبرشدي ديني قاهين شريعة هيدا دين تي إسلام كي يكتب تي علمي إلا سي وضع هرين لوصي سعنه ومركا سبحوه أن علموا وين أرضي لاسي برهن ومغالا فريستا الله صارح ليست أي اللغضان مؤكته مقالة حاذو حلية بلان إيا مراحل كالدوغان إيا نب بلان هسوان مرتين هدنا علمة دي وويني دي الصوماليين ما لها يفنين جنين علمي غايكو أخرين جنين با كم بدا ملكن إيا أغاقار قيسا شريف عبدالنور الله والله حريصو وحكم بدا علمة دي وويني دي الصوماليين وحيقا شيكي شيخ مشايخ إيا كم بدا وليلة حشيق محمود فري رويسونا أرضي دي سيئها العلم تقلقنا قيمة كميدا سنة علم اللي إلاها العروض والقوافي علم تقار إنو حالك نبو أخريي وميلاحنا يفنين جرين أيو إيشيغي بركة أرضي أنا وحينو كرغة جينا إلا إنتا إنو هرأي أسي ودنو إياقونا هرأي أسي سعلان أوهيل إيهوما لقرب الساقنو إلا أن الغرام علم الله صارح ليسوا الله يماد وصفر الله صغره ومقالة هذا اللقو يماد ودين تأخرية قلب كأفراد يرغبين عبد الإستاذ وحويه أما صدحات كصاب صد مراسة ودل وحذابي آذ قد الأشيم لقد قلنت
إيه عملك ويا برشد ومقصود كوي وحقران كالايدين بري وحوي قبلها يومي لشبا وإن أتكو عمل فشيم وإن كمو قتد دينتي هداد مساعدك الدولتين هداد دولتين مركا وحوي السوق هداد شقا كدلتين هدي مركا ليلين أركيو هداد ليلين أركيرين دينتي لهيلين كمو قتا سبحانه وتعالى وأتكو نقنتين وإلهي سبحانه وتعالى أتكو نعب ستين وطريقة الأول أكسنا القرآن كويدو كهليهم إلى القادتين لهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا طريقة لا توصل وراكسل قيمة بذل اللهين حمان تأيو قلوع اللهين إلى جدك اللامدة القرآن كويدين جاحي إلى تكس عتيم ugu dambeeyay waxaan qabaa inaan kalmadayda aan ku koobo kayfiyada ardaydaasi ay u sii socon doonaan ee culuumti shariicada ay u sii wari karaan ay ku gaari karaan heer jaamacadeed waa inaad waalidka iyo maamulka iyo macallimiinta dhammaan aynu ka wada shaqeyno weeye qodobka noocaas ah كلي أروح على ذي مكب شاري وكل جوري بأسوأ أركض والله هدي إلى هينا وحان أرضي لا ما انتقل جبيس إلا باتري إليهم بانو مريريا أرضي لا ما انتقل جبيسي وحروح إلا أنسين دولا هدي إلى هينا وحبرشو علوم تشريع عضاء ومعاهد دين إلى هينا وبلاش أنسين دولا هدي إلى هينا إذن كروح على إذن كرغبا إن شاء الله تبارك وتعالى تجدئي حد حاد وحبيس كودلان وحيس كودلان مركا وقرميسي وعير ملك كلي إنا تيسين والله عشاء ما صدح شعور كميدا إنا يعير مركا انت هلكا عيتقان قربكي وعيسو آخر سام علومتي شريعة كدبنا عيدن كسو النقضان مدى مركا يساو كوانا صدح سنانا هل دام علينا يسي قدبان هدي إلى هيرا مركا هدي كلام وحوية وحي مقندون تا إسلام باتريبا ليري ضدنا مهيو دبنا إيما فيوبو حدا الله سيوذين وحي مقندون تا تعبا يبارو ما هل بعاد لو اللي سيبو الدلالك ومقندونا إياقنا السوق يقلي دونا سعينا تاسود نعم إذنكو كليا كد دلالة إلا النولك كبي حسين إن شاء الله تبارك وتعالى أي مادان كدبنا مرخص وحوية العلمي قاي سوحن باران أي صوان نقدام إن شاء الله تعالى أنت أسألكم سوكم يا أبن مهسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخير الجزاء شيخ عبد العزيز إلهي سبحانه وتعالى هكا أول مرية كلمات كأقيمة بضل وإنه سوشيري إنهنا وإنه إنه نقلنا سيد الرب سبحانه وتعالى شيخي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إمكي هاتنا waxaan u yeeli doonaa sidaan hore u sheegay makarafoonka inta badan waxa haysan doona ardayda aynu martida u nahay waxa weeyaan oo isugu jira qayb qalin jabisay iyo in wadada soo haysa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu uga bareeyo inuu u taamiyeelo iyagana imigii haatan waxaan u yeeli doonaa qaybta anashida ama nashidada sida loo yaqaano قبلنا نحو تصبيحة إيا كوح ذي ذا أسود والي أشرقت الشمس نيرة والسماء صافية والأرض مخضرة والأزهار مبخرة والوجوه مبشرة والقلوب محشوة بالحب والتقدير هذا اليوم يحكي عن سنين خلت ونحن عاكفون على كتاب الله حفظا وختما بكل مقام له مقال دعونا نفرح في نشيد يوحي مدى سرورنا في هذا الحفل المبارك ختمنا جملة القرآن ختمنا جملة القرآن بفضل إلهنا المنان ختمناه حفظناه قرأنا الآية بالإتقان بتجويد وترتيل كما قد أوجب الرحمن خلقنا معلمنا جزاه الله من نعوى مؤسسة الهدى مهدي وفي حفظه دين لها بعالم
أهل شقر ومركزها وفي الأنحاء ما فرعها سعدنا من لأنفسنا بحفلتنا ومان الله تنزلت السكينة في تجمعنا لذكر الله وربي سوف يكرمنا بحق يومئذ نلقى يكافي حافظا بقرأ ورتل الورق في المرقى مؤسسة الهدى مهدي وفي حفظها دين لها بعال شقر ومركزها وفي الأنحاء أفرعها وماهرنا يساحب من ملائكة السماء خلقا سنحيي الوقت قرآنا نرتله فلا نشقى هو القول الثقيل على النبي إلهه ألقى جلاء أمومنا ضرا ربيع قلوبنا حقا مؤسسة الهدى مهدي وفي حفظي دين لها بعال شقر مركزها وفي الأنحاء أفرعها مؤسسة هدى غيث حميم ليس يقضع بتحفيظ القرآن لنا وللأقران تضلع فشكرا للمعلم والإدارة للذي صنعوا بكم كمن سعادتنا وصار لحفلنا معنا مؤسسة هدى مهدي وفي حفظي دين لها بعال شقر مركزها وفي الأنحاء أفرها ونحمد ربنا حمدا على الحفظ الذي أعطى ونشكر والدينا إذ لهم فضل الذي نحظى كذاك الشكر موصول إليكم حاضر المغنى بكم كمن سعادتنا وصار لحفلنا معنا مؤسسة هدى مهدي وفي حفظي دين لها بعال شقر مركزها وفي الأنحاء ضيح ابانو دلعي دوني ذي نور بهاري دعوة دين تسوغيني درتي وي مهدية ولا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صدر رد حق ذا ديبا أدان كدكيا أدام شاذ إسلا دونتا سبانو دوك سيد الكيم قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا نحرس دائم نسيي دونك ألا غدال دبعي قسان أهلون سبانو دوك سيد الكيم قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دقة مقالة أم المايركة محمد عبد جمديد وحوي الدقمدة إن شاء الله تعالى أودنا إن جلتشوا وحوي معمولك هكسر دوادو بارك الله فيكم وحلا دكم هذا اللي يا قد جسوق من قابيي هوسن حفلة من عصابة أرضي دكوا قرنتي من الساعة أرضي ده حايدو أنا جاكو عم يجمع عايقة
يمجع دجمدة يو أفكي دجمدة دجمدة شبيلي ماركي مجال هذا شبيلي أيا وحنا كنقول ما هذا إلا يا أرضي المنطقة كلن شيء بسي دجمدة قابلة لحاله المنطقة قروح البلان عبلا أيه وليش بقى نشيدوين ك يو قران كأخيين وعلى هذه أقول ما هذا إلا يا إن مجال هذا مجال هذا حاله ومجال قديمية ومجال هذا هذا فعوين maanta waxa farxad loo anagoo ka soo qayb qalin jabinta ardayda inaan ugu mahadcelino ardayda inay madgalaysay quraanka xifdiga ardayda maanta aan ku qalin jabisay inay halkaa ka sii wadaan quraanku maanta mayna dhameeyeen laakiin way waxbarashadii maanta facebook koowaad dhameeyeen way sii wadaayaan wayna kutubta waaweyn ee quraanka halkaa ka sii wadaan wala lu mahadcelinaya waxa leeyahay allah idin barakeeyo noqdo kuwii waalidkiina أنفع كوي كعرمالا قرآن كوي دين الإسلام كا كوي لا يود بيرأي قرآن كين المذكر زال كا كسيودان أذيا بي فرح الله أبو تاي ما أنتين المذكر زاي من كسو قيب قالو حفلة القرآن طبعاً حال وردي يد الله أبو سماهنا يو وح عاد الله وا قيمة يا قايلة دجموي كقال دجمي الشبيلي يو مساجد ذا كله يم درس ذا كرنا وعليه حال وكتا يدان ونال كا كسيودان القرآن كمذكر زاي ساوسي ودان أدي أبى أقول لك أن يا جودي كقبان قابضة إلا حالي إلا تطبات كرودن هروش بدير وانو ما أقول لك يا لما أنت وحالي هاي فرحت أي ما أنت كوا ذا أرتيد كوزو ودوينو أما أنت كوا ذا قلين تبني أنا أرتيد قلين تبني إسا أدي أبى أقول ما أقول لك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمامل كأنت بدن ما لها حفلات ك إلهي كتاب كيس الله ما موصى يو وحي أرباك تغمرك إلهي سبحانه وتعالى أبرك يا مايرك إلهي إنها عزيو وحين لأن أي مركة قوبة إن لغمغنا ذا أين حبونين ومعلها نوكالة مال إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس اللقوي إنين يو مركة نيو ولوبة إن العميرات السواد الأعظم أي اللوبة هي قفكو إنو عميرو وإلهي كتاب كيس وقرب استاغو أما النقض عرضيغا أما قف قرب تاغن oo waxa wayan ku talamaya marka saas awgeed ardaydaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo midna waa in la ogaado ardaydaasi sidoo maayir ku sheegay waxbarashadii heerkii koobaad bay ka soo gudbeen hadda kitaabka macnihiisa iyo ilmigii kala ayaa dhiman saas dartay waalidku yeyna uu arkin iyo ardayduba inay ardaydani meeshii la rabay gaareen oo inaga kolka neefka la bixiyay barigaar waxa jiray baadiyaha kolka qaalinta la qaato kadib waxa la sameen jiray xoolaha raaba la dhig jiray halkaan buu isaguna de xoolaha meeshii looga diray buu gabdhaha raaci jiray markaas aanay taasi u dhicin waa in dadka loo diyaariyo waalidka iyo macallimiintu inta tashadaan ardayda hadda ubaxa ee saa u iftiimaya inaan la arag beritoole iyagoo dhoor xeeran oo surwaal la yiraahdo hooyay iga jiid xiran iyo hablihi oo af casaystay oo aad moodo waxa weye baytaraaf intay afka soo marsadeen suuqa maraya si aan loo arag ummadda waa in dhidibada loo sii aasoo halkaas horay laga sii wada insha allahu tacaala iminkii haatana xafladda sidan u quruxda badan dee iskama iman cid baa ku soo tabacday oo ku soo cidiya muruxday oo waqti ka qaatay oo dhididku iyo rafaadku uu ka dhammaaday marka waxay la quman bal inaynu ka dhagaysanno macallinka goortu soo bilaabay ardaydan mashalayn baa loo soo bilaabay siday ku soo bilowdeen maxayse rabaan inay gaadhaan arrimahaas ka carshe carsheen maayo insha allah waxaan ku soo dhowaynayaa macalin xamse falyatafadal mashkuuran wamaajuuran biidhnillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad odhan iska leh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ina soo gaarsiiyey xalfadan quruxda badan leh ee rag iyo dumarba sida looga soo wada qayb galay iyo macaalimiin iyo culumo iyo guddoomiyeyaanba alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin iyagana hadda waxaan lahay waad mahadsantihiin sida quruxda badan leh nooga soo gala qayb gasheen marka labaad madarasada haddaan u gudbo madarasada waxay aasaasan tahay saddex sano iyo lix bilood waxaanan ku bilaabay ardada tiradooda ahayd 14 haddana waxay marayaan 400
مرايكا بنايا بشرتي هذا هو يرى هاريم قار لكن هذا انت وفي عنا شوكتاي وبغوري افرتن اردية وراجي غوري سوشيرا مدى صدى هادا هيكسانين اين اين ايو هابرشه ماشى كاسي صوته هادا حفظ القران وماشى كوهاي سنا اين ماشى ما عدوسي بدلنا او مدير ويند بنكالايا نلى شوكتا يجون ان شاء الله تعالى كيفتو ونغلق هذا دونان ان اردد اسينا حقا كو استاغين اون هوروسي ونو اون هوروسي سوانو دفعاده لبان ادو بدنته هي كو خيغ دونت ان شاء الله سان الله كرجين ان رغي دور اسو جيران دوري لباتن اردي هذا لباتن جسو سوتا وحا كو سي خيغا ان ادو فربدين 15 كان مرك ان شاء الله تعالى والدين يا معلمات اسغرب استاغن سين اولاد اسينوغا اي نوغا نوقن مارتي وحان معنا الله هنا كو خسارين إن هروسي وذن إن شاء الله تعالى صدوب نعنه رقي يدمر بها وشاء الله وذي استعقه ينقص أقب قبيني إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معلق خير الله سيو وقت جينا وإنه في اللي سيو وحمنا كما تقين بلا ولا دمادو إنه شاقي وحنسيوه وچين لها ونرضي ذا anudin awande meesha ka yirchuwa oo tafsiir baan habeenki ka akhriya marka qaar kood waalidiinta waxa ka soo gaaraya qaarba waxay moodayaan marka ardayda macallinka u keenan inay macallinka u xutareen marka qaarba waxay guleeyeen sheekho anuu kayga waxba uma dirtay macallinka uu la fadhiya ta macallinka dib uu la fadhiya muxuu uu la fadhiya macallinka uu kuule uu soo shaqeeyaa marka dadku inay u fahmaan ma aha dadba waxay moodayaan ilmihi markay macallinka u keenan inay macallinka u xutareen taa marka fikirkaasi waa inuu meesha ka baxo waajib ku saaraa oo ilmahaaga inaad diin bartaa ayuu macallinku meesha u fadhiistay adu marka waxay ahayd un ilmihi mar haddaad macallinka u dhiibtay inaad macallinka xaaladiisa ka warwaato qaabka uu yahay iyo noloshiisu say tahay iyo inaad macallinka garab loo noqday ahayd qaar ba marka waxay isku dayeen inay ku eedeeyaan macallinka yidhaahdaan macallinow kaygu intaas uu kula joogaa marka waalidka waxaad ogaataa macallinka wax uma tarine waajibkii ku saaraa oo ilmaha inaad diinta bartaa buu macallinku barayaa marka saas awgeed taa asaha loola socdo oo yaan la khalad fahmin ardayda haddii uu macallinku uu meesha u fadhiistay oo uu idiin garbadooban yahay ilaahay ku mahadiya waayo dad badan oo waxaa jira diin jecel laakiin cid barto u fadhiisataan haynin hadduu macallinku dee isaguna noloshiisa iska maarayo meelihiisa salaadaha shan daqiiqo iskaga tukado saa waa la rafaadi lahaa dadkaana beritoole baaburadun bay muraayadaha ka jajabin lahayen sooma oy shiidi lahayen wax kale meesha laguma hayeen weliba meesha baaburada ku badano baaburadun bay muraayadaha ka shiidi lahayen laakiin ilaahay maadii maanta waa kaas waxa weeye ubaxa aynu daawanayno oo nin walba ku indhaqabuusanayo hadalka iyo farxaduna iyadaa idhele markaad aragto xaaladdu qaabka iyo jawigu u yaallo nin walba isaga iska jeclaanaya marka saas darteed arrintu waa sidaas baarakallahu fiikum iminkii haatanna waxaan u yeeli lahaa sheekh waxa weeyaan sheekh fuaad oo imaamka magaalada iyo khatiibka magaalada ah isaguna si uu kelmadiisa insha allah u gudbiso fal yatafadal mashkuuran wamaajuuran oo raggii garab taagnaa macallinka dhidibada waxaasay baarakallahu fiikum rasuulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay mahadda maanta u sugnaatay alxamdulillah wallaahi yani farxadda noocan oo kale ah kulley waxa la yidhi nin kasta wuxuu fadaasto unbuu goostaa marka insha allahu tacaala maanta xaadow waxaan u arkaa yacni midhihii aan daadsannay beeriya dadba inaan ku faa'idna inaan ku khasaaray alxamdulillah dha الحمد لله ده ها إلهي سبحانه وتعالى دات كو حمدينو إلهي سبحانه وتعالى ونوسي ياديني ها إلهي سبحانه وتعالى مراحاس ما أنت أنو كو فرحناي إنو إلهي سبحانه وتعالى نوسي ياديو وين الحمد لله سبحانه رغي يا دمر هو يا أبو يري وين وحكى له ماشي يا لمجرد إلهي سبحانه وتعالى يعني فرحضا نوعا وكلا إنك السوق يبقى لي وحن مغلي جرون حفلة ذات رقبتها دين ذا حفلة الله قبطها ليس الله قبطيه سيوسعت منارك وهاي واحد وارقنا وتي في الأم عن كارقنا مدرسة بلا لا يقبطي مدرسة بلا لا يقبطي ده تايضنا واحد اللي ما لقى قبلنا حفلة داس أي يعني يري وين يسكو أركان
هو يعبا يسكو هركان وبتكي وحبرت لفتر كودا يعني فرحه ونقطة ما أنت عدنا يعني ملك الجارتين كنا فرحه بانسينج الروت كنا فرحه ده صار هنا عند يعني حفلتنا أنا وقابلني أنا إلهي سبحانه وتعالى أنا أقول ما هذا إنه وبتكي إلهي سبحانه وتعالى إنه هو أرساقي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان يسقى سجدة جي هذا سجدة جي إلهي سبحانه وتعالى وحب الله قال إنه يسوي حفظنا يو مركز تأي وقت كست أنا لما هو يعيد يعني قرآن كان إلى لسا أبد كينا رجيه دمر دلنيرت إنه يري أبحين يري إلهي سبحانه وتعالى أكده كوه قرآن كوه حفظي وإلهي سبحانه وتعالى دحده كوه حفظي الله إنه قياله والدين تيننا يعني كوه حاجة هذا تغيين هراء وقت الله صدان مو يعني عن دبو نقنين الله أكده إن شاء الله تعالى وحان أن يكون بشارين إياه يعني ما أنت وحان رحفرنا يعني مساجدك مساجد كينا يعني جامعة ويارضي أن كل حبرتنا يعني رحفرنا إن شاء الله تعالى وحان رجينا يعني أيام الصوصة إنا بالله بسمعه أرضي أن صدان مساجدك وقبدل لأنه ميل قوني مساجدك ما دام ماشي عبادة يعني ميل لغو برتو قوني إنا نقينه إن لغو برتو مساجدك لفتكيسو يعني واحد بعتها معها لكن أن أرضي أن يكسرنا أن ميل قوني أكو برنو هل كان حلقات علمك وقصعبه تاسو واحد بعتها يكينا يسمرها لكن وحان يعني ما أنت عارين لغو بشارين إياه إن إلهي سبحانه وتعالى وإنه وافجيي إن أنا يعني حانتي هلنو أن نكب اللابنو مسان مدرسة يعني هذا ويرتى الشنقلة نلاه بلنقة هذه هرت عدا ما بلنقة هذه الله بركة يو عدا إنا بلنقة هذه الله بركة يو هذا ونوح اللي يدين كبه هني هاي إنا يعني يدين كنا قرب استعكتان مدرسة داس يري وين هاد قرب استعكتان كوجل لا قرب استعكيو كمرق ويه ما دبا إنا دمانتي أضيع وحاتان ولغاتان إنا يعني يدين كسو فضاي سو إن أرضي دي ناس مل الله سمايو إنا يدين كفوا ليسنا مدة دوقاتان إلهي سبحانه وتعالى نعمه ينكو بحيه وحا وقفي عن يعني نعمة نعمة الإسلام إسلام لما هو ناقص إلهي سبحانه وتعالى ويقف إلهي سبحانه وتعالى وإسلام كي يلي نعمتك وين إلهي سين لها مجرته مالك إنه إلهي سبحانه وتعالى إسلام نغدقي ونضم غنينا إسلام لما هو الدين نضم غنينا تاسا وحا إلهي لغم هذه الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى معلن كينا معلن حمسنا الله إنه بركة يو سيد عيال كان فرح بضان له وماشا وصو أروريي إساقنا أبض فرح بضان الله قرقي صو أروريو رير خير قبنا الله السيو إساقنا إن شاء الله تعالى جهد جيسا إلهي سبحانه وتعالى جزيسا جنة الله أكدقو الدنيا ذا نمع الله أكونا عليو فرحة صار ما أنت وفرحني قلبي أنك وفرحني إلهي إساقنا سيقونا الله أكفرحيو فالحديث أن الله تعالى وبعد كنا ونلاقسنا على عشيدة يا قرآن كم عن نراها فلستنا وحن رجينا مالك مذاينا يعني علمي أو فحفاس يعني حاجة نرى فلسطين أي نفع فعيان تازن نوصي فرحد وين إلى تانا هنا قرسيو إن شاء الله تعالى صدامك بالله ونجمع هانسكو قبصنا هانسكو قرب تاعنا كل وانا بالامضي بمانته نوبه ذي إن قدر ذي هذا ونعمان تفرح داس إنا يعني مريه ذكرنا وإن شاء الله تعالى نهره وطلاب سنه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى كأول من كلمات قيمة قبضا أخونا شيخ فؤاد عبد النور إمكي هاتنا بالوحان ويالدونا شيخ صفير نلنا دون شيخ صفير منين عضايا مكرسي بانور رأذينا بلوينو أركضونا إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وحاما اسلام يلاحن وشمسي يبو آخرين وما اسرو كسيدا وحاما كسيدا رهو دمئي بالي الله أكبر وحافظ وليبا قيمت حفاد وكترا شهادة حافظ بالله وقريا ننكستا أو لماذا اسلام كرقوا وين كم إذا ننكاسي طبانينو قالي مرم بايقى ترى منا قالي وسقال سنة مسيدية سنة مودة ومع ذلك رهو دمئي رقي حفاظها ننكسر سجال جرع مسديد جرب وكل ما ينهي القرآن كله ينهي القرآن كله يفديه كدي من كتب توالك كسي بلاه شكي كمتى إنه هذا معلن كي والد كل سيد دلالان ولماذا مستقبل كدول الله بحسن ينو نقول دانه تاسي هذا مشكي ما ذكر كتيرة فكر كذي يتلذ ذينا هذا وين وجهنا ورقب اللويا إن شاء الله أول شيء أمرك وين وحلاقة قبته إمكي آتنا وحانو يالي دونا قيب فرقة لنشيد أو بل نشيدين بان إن شاء الله وحبا سي شمرت الله إنو غير دوليو وحانو يالي دونا تسليم حسن أسوار دوات جاب كانو أركايا محا فرحاديقو حنباري أذو حبنه يوتركاقا حرير كو أستوري كريا محا حاديات انتظا حشول ليكو بنايا مركز حيران تهي حجابك وحا تهي حور العين تا دوني دلالة ديقاي حريري تا كو حقارو نولا شادا ولا الحيدو أو حجابك كدير حبنها كقاون ولا الأسطر كي يحشدك كحين دامنا لشاذا حرير ويهان حجابك يي حرموي كحفيظا نفتاضا حرير أني قوح ليا محا حنذيق بنيا حسكي أذيق حديدك قران كحفيظي كريا محاحو مهان هودن حسكاك قوحنايا وحي كحريبا نفتاضا مركاد حكمين كريسا وحاتا يروح قصية كديس حلال ميرا وحي دارين انت بدنا سوالي ولا قرني حجابك هو إلهي با آيات قرآن كشيغي marka shay la dhayalsan kara ma aha qofku waxa uu sidoo doona ka yeeli karana ma aha waa waajib siday salaad waajib u tahay ayo hijaab kuna waajib u yahay marka talada ay gabadha soo jeedisay kaliya waxa gudboon uu gaar ahaan dumarku inay qaataan ragu hijaaban maayaan laakiin dumarku waa inay qaataan oo arinta insha Allah ta'ala sideeda u meel mariyaan waxaan u yeeli doonaa dana gabadha dhaw fasiixa
عبدي هاسودا واتينا قلاش معانا لو مسكوا هذه يا سكري كرا إن أنا قط كبر لو هذا هذه سيدي دامك يا كلا أما إن أنا قط لو حاول يكتب لو أوقف كمركو ربنا وتوسع كرا مركو ربنا وأرور سنكرا هديل المورال كودا أو دور شرفت هذا لبدي هذه كسوي سجال بلاد وسوس مرس درت على بعتها سي مر ومر كان هذه أوق رحبة سيدي ديح يا كلا هفورين أو مدح سوس كي كيسي هذه كل هذا شيء وهاكو قصبين إنه تذكر حكي لي واي نقول كبر نقول كبر صاحب أخلاقي حشاد حجاب كان حرن أو ربي كحرن اسكودا ورسدي مريم بنت عملان علمي وبرسدي عائشة بنت أبي بكر وحشا سيدي حبسة بنت عمر بن الخطاب إيماني لك عبسك قضي آسيا حاسكي فرعون وشرف بنو سيدي أسماء بنت أبي بكر نحريسك قضي نية حاسكي النبي أيوب كرتية قفني منك قضي قديجة بنت قويلة حاسكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفيها انكسر محمها إبليس حركي سجر إسكن نار شيطان شركيسة حصوص حساب تدنبيسة حسك عليك وحسير النفط هذا حلي هذا سمرك كاشا قبرك يريد حصوصة سيريسة سكرات يسراتك رجي آك ربي قاقا عقوب حساء النبي قاقا هدير أمرك ربي قاقا رحمن وأذار رحيم أنا سيجن جنة ضماني يظنى وحيكال ليسي هو يدا ويدنا دينين كاستو وحال لذا كل عظيم وراءه امرأة نين كاستو مد واحتري وحوي وحا كدن بيس هويا كدن بيس رقي اي مدى دمانتو اما بدن كودا لورن كرا ميد كستا بل بدن كودا رقا اغمو دان اغسر سر ريا اغو ميا هايين ادنا ادنكي ويافين marka waxay ka dhigantay hooyo ninka ay hareeraha ka taagantay waxa way ma jabayo imiga iyo haatan insha Allah waxaan u yeeri doonaa Sheikh Umar Ziyad oo marti sharafta ina waxa wayan kamida hasoo dhawaado fadilatu Sheikh Umar Ziyad Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إلهي بام ما هذا اللي نقوك المييي قولي قري قريه سي كمدا ما لها دولك وقوقا لسان كمدا نقوك المييي ولبوحة فرحات قارائيه halkii aan ku dhashay oo arin farxad leh lagu hayo maanta waa alxamdulillaahi rabbil aalamiin wala alxamdulillaahi rabbil aalamiin da alxamdulillaahi rabbil aalamiin nabi waliba marka reerkiisa loo diro wuxuu oran jiray yaa qawmi wa yaa qawmi innii lakum nadhiirun amiin wa yaa qawmi ana lakum naasixun amiin wa yaa qawmi nabi waliba saas oran jiray marka tolkay oo maanta faraxsan xafladii ugu weyneyd markaz caayisha xafladii ugu weyneyd qabanqaabadeeda qalinjabinteeda qur-aanka inuu ilaahay nagala soo qayb geliyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan iskama imanin hawl adag bay ku timiday dadaal adag bay ku timiday karti badan oo meeshan lagu bixiyey iyo ardaydaasi ku soo baxay marka walaalayaal qur-aankaasi inaan ku wada faraxnay baan u malinayaa soo ma waxaa la yidhi Cumar ibn Khattaab radiyallahu anhu maalinkii uu qur-aanka suuratu al-baqara suuratul baqara markuu dhameeyay wuxuu yidhi baa ilaahay anuu qalinjabintayda maanta waxaan bixinayaa neef geela maalinkii kale suuratu al-imraan uu dhameeyay wuxuu yidhi maantana neef kale oo geelaan bixinayaa hadda laakiin inaan idinka farxin markaan yar kaftan idin raaciyo waxaan u malaynayaa saa markaan u yareego malaa kama farxin baa la reerka maxaa yeelay dee nin keliyaatoo caruurta maasha allah yidhio garab istaagayba maanan arag baan u leh mise horaada dhammaysate inaan idhaahdana xaq weeyaan marka waxaan idinka waayey nin caruurtii garab istaagay macalinka garab istaagay
مرك معلمين تاسوا حبهم ين هول وين اللي قبته شلمات وين اللي قبته أرضي راس قالن جبين تاس كرب قل وين بيدين كباي مرك ولا لا جل واحد ذل عنون وشركة كديرانين أو ساعات الله يعيو حتى واحد لا عدد شن بريسيشن شن كلام وين كسير ريحنا يا الله وحيد سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى نعموين كوين سيي هدات رادان وان كوبين ناو الهلبان سكو ستاينا مكري سيمبولا يا رب سبحانه وتعالى نعمة القرآن ما انتين انا لكم كوكتنو وقرآن كارديدين وقال انجبين لنا سميين وان نعمة تيوغوين ادويان الحمد لله رب العالمين النبي قنا وحويد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم الله سبحانه وتعالى كتابك قرآنك أيو قوم داد كبرتك وتكروك وقاضا مركي كو عمل فلان مركي دقان النقطة قرآنك إنه كو دقمان إنه برتان سيدو الله يدي سبحانه وتعالى إنه يالان مركي يالان نلشو ذا كربو الله وقاضا بلي يا رب سبحانه وتعالى هدي لكن قرآنك اللي إذن نلشو ذا ولي ذا للكو قليا وحان جرم بين نقضان هذا نلشينا تنيق على القرآن كمعمل كلا نقطين يتيور مسكمت به سكمل ما نلشين مركا لابل فرم بالليدهين قلب فرم بالليدهين نعمة وحي هرودن وحكا في عمبا ما انتهدين سوكالي مركا ولا ليال وحان لذي الله عنونا شيكا دا كديراني نعمة دا قرآن كايد هايشان ايد هاي ستان وقال ليدين سيي كفر عضيقا قوستم كيد قوستم بيت كوقانين بايد الله فولكا كوقبسنين كود جنادا نعمتنا وحب بانتي الشكر بو بانتي نعمة مركو الله يدسي سبحانه وتعالى النعمة الدمر كيدو وان الشكر لليمات شكر قلنا صدح اركان بلي وقت وما ايو تكالار دايدا وحان له والدين قرب تاغن يه راق دين كايدين كسر ايو دولة دايدين قرب تاغن ارين كي وشا عبد عزيز هاتير كرد واجيه مركان تحراعو اردي وقت با ديسين درنا وا ديسين وقت كينا يدد كينا يدين كو كفايد ما أنت بلو باتهين قرآن كي كذي أدميس كامل هو شيكو شيكو دي عبد عسيس ولكن إلهي سغنا كمال مريا شيكو دا عكا دقو إذن كان دردار قويد سيوكو وقاتو هالكي دا مريا الله إذن كي يالي أرضي الددال بالي إذن كباني جهد بالي إذن كباني كما سي ديران يو الكاسان كو جوكسن يا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت من قرآن ما أنت عمسكوكونا لدي مسجد كمان مسجد الجماعة حادو كسوق قريب كشيء علماء الدين يوم ما ملكا ما ملين تادق مدى شبيل يوم ما ملكا سنتر كحادو با يوم بشدة قرف ذا بدن سيدا في عالو سوق قريب كشيء وحاكو سلام يا مرتدى دماتو سلامت اسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كان بعدي عيار كفتم ورابو عيني بيدان فولي فولي وبعد ترعين ولي عديد ماسك هون متاي مركا حاذو ورطا حاذو وحال يداول وعا ملحون يواع تضحون ولي دين ماسك هون متاي بان الله هاي دين ولي اسكو همان عني منن سيدا قروح ذا بادن راقي ودمر هويوين والدين دالير دمانتو دا يوغسو قيب قلن يا نورت هذا غفر عسنا هاي هذا الذي بيجا كلامه واحد دون يا ورتا لبركو ورتا واحد ربا ورتا واحد كره زمن تنبس كي يندا هاي عورتا نجيك دارين شيرين كوكا عروسية لو يدان هل كان عقوسه ولا عروة العيال كي تربية دي دين الإسلام كي نو قاد يي نو برتين مركا ورتا الحمد لله ويان وحان لا هاي ملعمدة هدول هاي كده قصدا أو شيخ فؤاد وكده واقعي بري لقب لابو هدول هاي كده هو ملعمد دور قيود له أو هذا بلادن إن معنى عن بلادنا اسمه ده تسيوكو والد كان من بلاد هاي وحلا هاي أرضي أرضي هذا أنت بقولي أفرتن أرضي أيها أرتا إنه حريصن بدرسة ده إنه هو حريصن ده أنت مقام باك بدل
إن شاء الله مدرسة على بلاريو أرديدا مقنا على صوحريو أنت جوكتنا على حوجيو هذا الولد ميي أنا أنت سأقصه كوبيا وحيا صو دي أرسل ويجا كلام ما ذكر عليه أنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحمة ويك أنت أمرك وا خير الله سيو ولكن الشيخ جمال رنتي وسيفي عمو النوبل أرتشي كليا وأين أرضي ذا قرآن كدمين يسوق قرشا لغيشو قرشا أما مردم بها اللي يسوي ما دا ميان ما أنت الله كالتاجين أرضي ذا دمين يسا وأين قرشا لغيشو أرضي ذا كبدان ماشا فدلا حتى إذن كوى إن إسكافا ديان بدوني سانة وحي ليهين قولنا يا غنايا حتى قولنا سيمان تالكا وحي ذو كوصو هداني أي فرقة هيسكا كران دوا يجون وحيلين بس ويدو ذي أوش الجارية لكن أدي قل الله الله ملايو الله هبايو أو هر الله سي ولا تعلين تودي حتى يتحفظ قال الله سي سقو قرآن كي قراءات كي سي هي كتب تي كلا علم جاهد بنا أنت أصدقنا والله سوين كرا إن شاء الله تعالى نبى لقش شيء هرجي سب مال الله ما تسم هرجي سب أنا واحد مقالة وين أدركته مركب وحيد مال الله ما تسم مال بقرب بلدي سيء marka saas ugu yeedhan geysoo maali lagu ma dhisin ardaydana haday waxa weeyaan maqsadka si uu jeedo ka soo la haq waxa weeyaan la heegsado waa la gaaraya laakiin waxa muhiim ah in qofku inuu meel u socdo ay jirto hadaan khad loo jeexin isaga khalqalaya marka imiki ahatan barnaamijku insha Allah taala waa inaga gabagabo wax inoo dhiman ima ay jirto hada waa qaybti u dambeysay أو تقسيم الجوائز أيانو قد بدونا انتا نان مكا قارن وحانو يالا يا شيخ عبد الرحمن سيو يسونا كلمة نو يالا حسن شفاء تفضل يا شيخ استمر كو عرزاق قفك كلمة دح جوابك رو قد عري وايو حدارك من رب بضان كلنا كلمي أرضي إيا والد إيا ولال إيا صاحب أد وقت كو بحين إيساي ودوهت كو بحين إيساي oo waqtiga ay wadan ku dhisay maskaxadii oo dhan ku dhisay markay baad gaba taagan tahay laga yaa marar qaar ka fadhiga ugu baneyo kaaga tag marka ta marar qaar ku waxa oranay warkan hadda ku yimiday ee hadda imaraad uga bilaabaysay kii horeba ka tagay maxaad qaban waa daashay shaydaanka ku oran kaaga faydisa laakiin qofka samirka yaad ka isaga wax is oranaya kan Ilaahay subhanahu wa ta'ala intaas uu qoray intii siina waa gaadhey kan kala laga yaaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala halkii aad rabtay inuu gaarsiiye baladana sii wad marka waxaan leeyahay macallinka adkaysiga insha Allah inal kariim badi biidnaal kariim Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aadu bari taas waa macallinka marka waan ku xoojinayo talada labaad waxaan iga wareegayaa ragga culimada ah oo sheekhanu kamid iyo halkan tafsiir ka akhriya iyo ragga kale khudbada يا علماء الكلام سادة جد جانو ملأي أيوم حفلة أيام عندها مدرهدو جد جير بس لا عن درامي أنا بسقيه رجع سلفت الكل الدلال بدن بكم مغضة وحن أرانا إياه الله إذن بركة أيوم الله إذن عزة أيوم الله إذن الشرفة دلال قوات باللودين وأنا دقاقي أنت إيم وقتا لكن صدح الرماد خضا arinka koobaad ee muuqda wuxuu yahay ardayda iyo macallinku waa kala badan yihiin halkaana marka rafaad badan baa kala ayuu kala kulmayaa macallinku waxa arabka lagu dhaftay 104 arday macallinka markuu saal baan weydiiyay waxaan ku wareeyay intaan hadda fadhiyay macallin kaliya unba marka inta ay muuqato macallinka dawo waa suurtagal caawiyaal iyo raggaas inay caawiyaan meesha joogta macallinku sujuudiisa u sii wado وين عاوشين تعلي بدن وقلنا قطونا ودا عرين وحن بتسلع عينات كو كابتن معلمين كان معلمين كابتن دور الريموت دوي كيميسا تيادو وي في عنانيسا شقادو واسيس عنيسا يا قفكي نيت بو هنيا وقفكي شقادي كمسو استاغي وعدوك تهين المرخات كولا تهين قفكي شيء قادو آدو قبطو وكسو استاغي salaana dahal cunta aadad laazimto bariis bas kuleys bariis aadna masanad ka sanad ka baa laga yaabaa inaad naxdo marka saa u hortana wadaniyo wax baaska
سيدا عاد هادا السميسين اتكشن قرسين بات اسميال اناد ودان اناد اسمياشا فرابريسان بذن الكريم وليدين كوي ما دبري كمال حفلة دنيا حفلة دنيا كلبا قيبا مدرسة اما مرقس اادو بلاران ولوي ما دبامان تولوين كهريري هنا و ان شاء الله بذن الكريم حيتا شمالي لذلك سواء عرهالك حيتا واحد فليا وحفليا مامولكي مغالا ده سيجار وحنا كأصلا يا مامرك ما دام قيبتا دبلشنا يروح الساريهين سياسة دينا كدر ستان قيبت الدين تلنا هرمرسا بإذن الكريم وأتجرب كيستاكتان أطلع سيسان مدارس تيجوبة الدين تا وأتكل قيب قادتان وحي مالي مسكها بإذن الكريم هل كني يملها كله يكود المسؤوليات كيدن سارم بكم تاي بإذن الكريم هل كوان ديريان ملايين والدك aan ku soo gabagabeeyo yaa marka dambe makarafoonka la iga qaadanay inta baa shu waqtiga dhaafte waalidow fursad baa heshay fursad la sidee ma daaynto hawshaan iskuuni waxa suurta gala bari ila bari kamaali la waya suurta gala ayamu waa iska gadiya kitabka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ku jira wa tilka ayyam nu daawiluha bayna an-nas waxa laga yaa maanta aanu weyno haysana وحي معي سنة علماتي يا مامولكي يا دكتور يا مانتا حساسيات كالاقامين او غوبس كويما يا وحسكو شيري هذا قدومي وعلى فدان لا يحل شيري لكن وقت واحد تتمام وكان كله من شر اسمتي حلوه واجب تسمع قبال من دولة كرتي سنة وطاطو ما لاقى صوبها ما لاقى كذا يروح لك لا بشر هذا لاقي ما ضحوان الشيخ وانا عمد له تركيب نعمد داسي مركي انتان هاي سنوحة لربا كوارد اهان ايا كمعلمين اهان ايا كعلماء اهان انان كفايدي سنون اوبد كينا اوغا فايدي نو اوح برا ان شاء الله بنا الكريم مركا ما انتا مرها دي قيبت القرآن كي الهي سبحانه وتعالى فرصد داي مزي قيبت علومتا ان شاء الله بنا الكريم هرمود النغوح عن رجيني يا شيخ احمد انو هرمود النغو مرها دي ايا خطة بضبا مرها دي مساعدت كي تشوغان ان شاء الله بنا الكريمو حوش على الحر مريو هذا الكوان ديريي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلا عبدالي يا أرسل إذا مركنا كان إن شاء الله خير الله سيوش عبد الرحمن سفي عمبو وحوي وسو قنانا ذي هذا صدح قضب وكوكوبان باي النوحر إن شاء الله مركا كوباد ويدو ذا هي حوشي واقب القبو واجوايز قيبين تلبا عرضي ونشيد قاضي دونا إيو وحوي يان قف وحوي والد كينا كميدا ويسوني نبراروجين دونا marka la waxaan horeysiinaya ardayda nasa iyo kooxdeedi nasa yar ha soo dhawaato insha Allah taala ajnadi adunke majiro qof ku digmaaye qalbige adiga ku weene hoya la anta mugdi waaye bidariya fi madba eba wayna ku baryaya dazwayna yudawanaya mataqanna wa yo yo ya wajanada ho ya wajanada ho ya wajanada ho ya wajanadi adunke انتي على الإيغو سيدو انتي هابي نور تباشو انتي حانون كفاشو انت اسميان إلاوة انتي على أديسيسو انتي دبتا إيغو قادو انتي بربار كويو حساهاقي إيمدايو انتي على أديسيسو انتي دبتا إيغو قادو انتي بربار كويو حساهاقي إيمدايو يا واجنا هو يا واجنا هو يا واجنا هو يا
جندي أدونك هو إيغا غالي ناقا هو إنسان كوكافي إما دادان تهويا نولا شيء أذي لأنت هو إيغا غالي ناقا هو إنسان كوكافي إما دادان تهويا نولا شيء أذي لأنت أو تهيم إلا دورت رب العالمين حقيسة إي حمبرت جنة ذيذ أبل كذا يقذايا أو تهيم إلا دورت رب العالمين حقيسة إي حمبرت جنة ذيذ أبل كذا يقذايا هو يا واجن الظاق هويا واجنا ذا هويا واجنا ذي أدونك ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى عبرك أيو إن انتاير وحويا النشيدة أما قيراركا أما وحويا هويا ذا وقاذي سي مركا دمان دي نكس هويا ذا شيء راقي الدمار با مركا مع الأنبياء ذا هويا ينبعد عليه marka hooyada amaanteeda iyo abaalkeeda minna lama gudi karo saasada nabiga sallallahu alayhi wasallam markii saddex jeer ayaa wuxuu yiri mudnaanta koobaad hooyada leh waxa ay culimadu ka hadlaan sababta maxay tahay saddex go macna saddex mudnaanta koobaad iyo labaad iyo saddexaad loo siiyay saddex arrimood ay la gooni tahay hooyadu ayaa loo siiyay mudnaanta arrinka koobaad arinta hamliga ama ilmaha in uurka lagu sido hooyada la gooniya aabo lama wadaago arinka labaad qodobka labaad ee hooyadu mudnaanta u leedahay waxa weeye fooshuna waa hooyada gooni ku tahay waa mudnaanta koobaad ama labaad waxay ku heshay qodobka saddexaad ilmaha in la nuujiyo hooyada la gooniya saddexda markuu marxalado ilmuhu ka soo gudbo ayaa gacanta la qabtaa ama aabuhu gacanta qabtaa marka waa goor dee lagu kala tagay soomaa saas darteed baa nabigu sallallahu calayhi wasallam yaa ummadda ugu xaq leh hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada intaa waxaynu baraarujinaynaa dadka xanuunka cilmaaniyadda uu ku dhacay dad waxaa jira waxa weeye kartoomo ama daasada ay reer galbeedku garaacaan baa jira daasadaasi waxay yidhaahdeen dumaro waa la idin dulmiyey e annaga xuquuqdiinna ka talinayna kadibna xafiisyay fureen xafiisyaha waxay u bixiyeen xuquuqda dumarka xafiis la yidhaah xuquuqda ragga ma jiro ilaa hadda xuquuqda ragga xafiiska ama xuquuqda uu nebi maxamed siiyey ee uu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala ma jiro meelna lagama helayo qur-aanka suuratu nisaa baa ku jirta suuratu rijaalku ma jirto qur-aanka maxaa ku jira suurad magaceeda la yidhaah suuratu nisaa laakiin suuratu rijaal kuma jirto suurad raggaa kuma jirto marka maadaama sidaa tahay xuquuqda uu qur-aanku siiyey hooyada ma jirto meel loo socdo xataa laga heli doonaa marka waxaan u yeeli doonaa dheeman iyaduna iyo kooxdoodii oo inoo soo gabagabaa insha allahu tacaala hana soo gaabiya soo dhawaada dheeman متلاطمة من واجه في التواخر ومستعفرة على الأفئدة والمشاعر فهذا المقام لبثه إليكم فأنتم تحتفون بما بصورة واجهة كلمة شعرا تمثيلا أو نشيدا ولكل صورة أصحابها فدعونا نغد الآن حناجرنا بالنشيد روحا ببعض الحبور تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا لألا من علوه بالدين والدنيا كعطشتنا على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا يسكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا فإن سألوك جامعتي فإسلامية علموا
تسامع قدرها الأمم ويمم شضرها النيم ذا هذا اليوم يحكي عن سنين عزيزة وكفاح بها هجر الرفاق النوم في ليلي وفي إسباح دارسة وبحثا في فضاه العلم في إلحاح تخرجنا لنأخذنا ثرعناه بكل نجاح فإن سألوك جامعتي فإسلامية أعلم تسامع قدرها الأمم ويمم شضرها النهم تخرجنا تخرجنا ففرحتنا مذوذغة وذي الأغيار فاضحة بفرحتنا مشقشقة وذي الأزهار فائحة وعاضلة ومنعشة وكل لكون أشرق فالسماء والأرض نيرة فلله الموفق من كياني حمد ذي شكر ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر أللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي غدر بكم ضاب المكان أغنية ألحان ذي ثغر فإن سألوك جامعتي فإسلامية أعلم تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيم تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا لهلا من علوب الدين والدنيا كعطشتنا على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا يسكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا خير الله سيا علوم دي وادم ميسي أنو دردار من بنك الله يا شيخ فؤاد عبد النور لبها بين ببلا الله قاضي ووقت شيخ أحمد كير رئيس وحيدي لبها بين بان در إلى عيدين برايا حق والدين تامك عيد هاي أربيدا حمسة هيا وحوهي ما دووا هاي هذا كالقلال هذا روح يمد شيخ أحمد لذا هذين بوخ يو صوب ميو مسافة دير صوغة راو ني مادة تفسير يو كتاب كا أمدة الأحكام با هل كان مساجد كا صعبة أربي ذي حمسين بو يالي والدين تي حقي شاك والا ريالو يا عين قولوا لبابا كدر يو حوي حتى هو تمانتا وحالا قفر حيوات دين كوي دي مدة كلا عمال معالين حمسة أرورتا وقراءة ما أنت هورتا مكبك ستين هادا دي إدى ما أنت إلميس درجة مرة يو هورتا ما فرح دي ما يكي كلا بفرح دي معالين كو أرديغا هدو قراءة ويا أرديغا وحبا ما برانا يو هل هدين يلي فسح با فسح با دي تين حقا والدين دا يو عذر دا كد يو كتبين يي أنا اللي فدي مركاسان بلدي معالين واسو يفيرين وأنت بعسوق عن قلي أرديدي وفسعي وأنت شنو كوا طور السوق يا عسارك كوربا أرديد أسهات وحاتي قرانك معنيس جرن لاين أما سنة النبي أي جرن لاين سوق ما يا إلهين ما يا ما أنت هذا واحد الذين كبايا يا والدين إن الشيخ أحمد كصاحب التان صدق معلمون دمنا الشباب لا يقتبو أغيال ووين أي الشيخ أحمد ألف كأقرا وصدق فدي أكبرتا هذا ما هو الدين ذاتك وين يش علماء واحد برتان ولا لا يعنتا أنا أم بالي يكسب جملة جوي واحد يشان شيخ أو صوفي يستوى حال مكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.